اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. على مدار الايام اللي فاتت تابعنا مع حضراتكم بالتاكيد كل المستجدات الخاصه بمحاكمه قاتل نيره اشرف طالبه المنصوره، وما تم على مدار اليومين اللي فاتوا هو احاله اوراق القضيه لفضيله المفتي لابداء رايه في الاعدام. حقيقه ان كتير جدا من الناس حتى اللي بيشوفونا دلوقتي بيسالوا ليه طالما المحكمه قررت اعدام المتهم وتفاصيل وملابسات الواقعه وهي مصوره بشكل واضح وبتدينه بيتم احاله الاوراق لفضيله المفتي رغم كل ذلك. بالتاكيد هنالك راي قانوني هام في هذا الموضوع هيوضحه لنا زميلنا احمد جعفري الصحفي بقسم الحوادث. اهلا بيك. اهلا بيك هشام وبكل متابعه تلفزيون مصر ده في كل مكان. يعني في البدايه خلينا نتكلم عن أهمية إنه يتم إحالة أوراق المتهم إلى المفتي، ما هي أهمية هذا الإجراء؟ هي المحكمة بتحكم وفقا للأمور القانونية، هي بتحكم وفق قانون العقوبات في المواد المتعلقة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ولكن في قضايا الإعدام أو لإزهاق الأرواح في رأي شرعي لا يجوز تطبيق الحكم إلا بعد أخذ الرأي الشرعي اللي بيكون في جعبة أو في حوزة مفتي الجمهورية، يرد إليه الورق الخاص بالقضية بعد قرار المحكمة بإحالة المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامه، وبتبدأ دار الإفتاء أو المفتي الجمهورية بمعاونة 3 مستشارين من الاستئناف في دراسة أوراق القضية والتأكد من مدى استيفائها الشروط الشرعية الخاصة بتطبيق حد الإعدام على المتهم في القضية. فهنا الهدف من إحالة أوراق القضية إلى المفتي هو أخذ الرأي الشرعي بعد ما قال الرأي القانوني إن المتهم يستوجب إنزال عقوبة الإعدام عليه. طيب صحيح، إيه الوقت اللي بياخده يعني العملية دي، فكرة إبداء الرأي الشرعي من قبل المفتي بياخد وقت قد إيه؟ هو بيكون قدام فضيلة المفتي 10 أيام لحين الفصل في القضية المنظورة أمامه أو الورق المنظور أمامه، لأنه ما تبقاش قضية بقى بيبقى الورق فقط، حتى المتهم نفسه لا يمثل قدام مفتي الديار المصرية أو المفتي الجمهورية، ولكن الورق فقط. ده بيكون خلال 10 أيام، وبعد مرور فصلة 10 أيام من قرار المحكمة بيحق للمحكمة إصدار الحكم حتى لو لم يرد الرأي الشرعي. يعني بعد 10 أيام من إحالة الأوراق بيحق للمحكمة إن هي تحكم حتى لو المفتي لم يبدي رأيه. بالضبط بالضبط. طيب هل في بعض القضايا ممكن فضيلة المفتي يبدي رأيه بعدم الموافقة على الإعدام؟ بالفعل يحق للمفتي عفوا الديار المصرية يبدأ رأيه بعدم ده أكيد هو يحق ليه، يعني إحنا بنقول إن هو بيحق ليه، ولكن نعم. هل إحنا عارفين إن هو يحق ليه، ولكن هل حصلت يعني تقول لنا أمثلة لقضايا أو يعني قضايا تم اتخاذ فيها عدم الموافقة على حكم الإعدام؟ وفق التصريحات سابقة لمفتي ديار الجمهورية المصري السابق تحدث عن أن غالبية القضايا اللي نظرت أمام مفتي الجمهورية كان بيصدق فيها على حكم الإعدام بنسبة 95%، يعني بنتكلم بنسبة كبيرة جدا أن القضايا كلها بيتم التصديق عليها، ولكن الواقع بعينها ما فيش يعني غير مسجل لدينا او ما عنديش معلومات واضحه عن ايه القضايا اللي رفض فيها او المفتي اعطى راي مخالف لراي المحكمه. طيب هل في حاله ممكن تحصل فيها عدم اتفاق المحكمه مع راي المفتي في الاعدام من عدمه، يعني يختلفوا في تقدير هذا الحكم، وايه الحل اللي بيكون في الموقف ده؟ هو اولا في بعض الحالات التي لا يجوز تطبيق عليها حكم الاعدام. إيه الحالات اللي قد يجوز عدم تطبيق حكم الإعدام ده وفق طبعا القانون؟ هو الشاب الذي لم يبلغ أو الذي لم يبلغ 18 عاما، دي إحدى الحالات التي لا يجوز تطبيق عليها حكم الإعدام. وفي جميع الأحوال يعني أصلا المحكمة حاليا في الوقت الحالي اللي عمره لم يتجاوز 18 عام هو أصلا بيحاكم وفق قانون الطفل وليس وفق قانون العقوبات، فبالتالي قانون الطفل أقصى عقوبة فيه 15 سنة، فالحالة دي أصبحت غير موجودة حاليا. في حالات أخرى زي السيدة الحامل حتى تضع مولودها، ايضا الذي فقد عقله، كل دي حالات بتم يعني الشرع هنا بيمنع تنفيذ حكم الاعدام فيها على المتهم. لو حصل خلاف في الراي بين المفتي زي ما انت سالت المفتي الديار المصريه والقاضي المحكمه الذي اصدر الحكم، فهو الراي الاول والاخير للقاضي الذي يحكم وفق مواد قانون العقوبات، وزي ما انت قلت او زي ما الناس كلها عارفه ان راي استشاري غير ملزم.
بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا أحمد الجعفري على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا ليك. شكرا لك يا هشام، وشكرا لكل المتابعين. شكرا جزيلا ليك، وشكرا لكل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع، وإلى اللقاء.